السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال أهل العلم: هذه الآية فيها موعظة بليغة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن يتدبر كتاب الله جل وعلا. وبيان ذلك إن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل كلفهما الله بعمل لم يكلف به أحدا غيرهما، وهو بناء بيت الله المحرم، وما أعظمه من عمل وما أعظمه من شرف. ومع ذلك لم يغترا بهذا التكليف، وإنما تواضع لله وخشيا أن لا يقبل الله منهما. فكان الجواب بعد ذلك مباشرة ماذا قالوا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فيا عبد الله، إذا أنعم الله عليك ووفقك لعمل من الأعمال أو وفقك لطاعة من الطاعات، فإياك أن تغتر بنفسك وترى نفسك أنك أهل لهذا التكليف والتشريف، بل والله إنها نعمة أنعم الله بها عليك. فتواضع لله، ثم سل الله جل وعلا أن يتقبل منك. فالسلف رضي الله عنهم كانوا بعد رمضان يجلسون 6 أشهر وهم يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم صيام شهر رمضان. فالله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزيني ويجزيكم خير الجزاء وأوفره وأكمله، ولمن نشر هذا المقطع أن يحفظه في ماله وأهله وولده. وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.